السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لسه مكملين مع حضراتكم في الجزء الثاني من الأهلي الليلة، فقرة مميزة جدا وفقرة يعني مختلفة، ويعني معانا نجوم بنكرمهم زي ما كانوا من شوية أو من أيام قليلة جدا بيتكرموا من سيادة الرئيس بعد إنجاز تاريخي لمصر في شيكاغو والحصول على الميدالية البرونزية في كأس العالم لطبعا أو الفريق اللي أنا فريق كرة القدم النسائية الموحد اللي شارك في كأس العالم بشيكاغو 2018 واللي حصل على الميدالية البرونزية وكمان وسام الدرجة الثالثة من سيادة الرئيس، عشان هنتكلم معهم أكتر بقى ونعرف كواليس ونعرف كده حاجات كتيرة جدا جدا عن الأولمبيات وعن فريق كرة القدم وعن الإنجازات اللي حققوها في شيكاغو. طبعا في البداية أرحب بالمدير الفني والكابتن في نفس الوقت كابتن فايزة حيدر، برحب بحضرتك. أهلا وسهلا بحضرتك. أخبار حضرتك إيه؟ تمام كله تمام؟ شرفاني منوراني. ربنا يخلي حضرتك. كابتن ميرنا محسن إزيك؟ الحمد لله تمام. أخبارك إيه؟ كله تمام. وكابتن الكبير قوي بقى هداف الفريق وراس الحربة الجامد قوي كابتن هدير أشرف، إزيك يا هدير؟ الحمد لله يا عم. أخبارك إيه؟ كويس. كله تمام؟ طبعا في البداية كابتن فايزة عايزين بقى يعني نتكلم في البداية ونتكلم على الإنجاز التاريخي اللي حققتوه وإزاي وصلتوا لبطولة كأس العالم. وطبعا يعني احنا في البدايه عايزين نشرح كاس العالم الموحد او للقدرات الخاصه، ازاي كاول موسم او اول سنه اشتركتوا فيها حققتوا انجاز، وازاي الفكره اصلا تم طرحها، وازاي المنتخب اتجمع، وازاي ما بين لاعب شريك ولاعب صاحب قدرات خاصه اتجمعوا في منتخب واحد. هي الفكره في الاول كانت بدأ عملوا اول كاس اقليمي اتعمل في مصر كان ما بين دوله الامارات ودوله تونس في ديسمبر 2017 وكان اللي هيبقى بطل الكاس ده هو اللي هيشارك في بطوله كاس العالم اللي اتعملت في شهر 7 2018، وكنا احنا صاحب اللقب وكانت هدير ليها فضل كبير قوي في النتائج دي لان هي جابت جول في تونس والحمد لله تأهلنا وحصلنا على كاس الاقليمي اللي اتعمل في مصر، وعملنا فترة إعداد يمكن ما تكونش كبيرة قوي لقلة الإمكانيات اللي في الأولمبياد الخاص يعني، والحمد لله ربنا كرمنا وصلنا كأس عالم وحققنا نتيجة البرونزية على منتخبات جامدة جدا زي المكسيك وكوريا والهند. طلعنا أول مجموعة كسبنا كوريا 4-0 والمكسيك 5-1 والهند 3-0، ولما صعدنا بقى المربع الذهبي لعبنا البرازيل وخسرنا 4-2 بضربتين جزاء يعني. لكن طولة عالم والإحساس بقى إزاي في أنك رايحة تمثلي مصر في أول بطولة كأس عالم لكرة قدم نسائية لقدرات الخاصة، فأكيد إحساس مختلف وأكيد أنت كانت مسؤولية كبيرة جدا في الفترة دي، وأكيد طبعا إنجاز برونزي لأول مرة يحصل في تاريخ مصر ده أكيد شرف ما بعده شرف. أكيد طبعا إحنا كان نفسنا أصلا نعمل حاجة لمصر قبل أي حاجة، من هنا بعد ما خلصنا على طول كأس الإقليمي بعد ما خلص الحمد لله صعدنا وعرفنا إحنا مسافرين بدأنا نتكلم احنا مع بعض، لا احنا لازم نسافر نعمل حاجة، احنا مش رايحين بس نلعب او نقضي الويك اند بتاعنا ونرجع تاني، لا طبعا احنا رايحين نلعب باسم بلد، لازم اسم بلدنا دوت يكون فوق الاعلام كلها اللي كانت موجودة هناك، وفعلا احنا قدرنا نعمل دوت بنتائج ماتشاتنا، المنتخبات كلها بقت تيجي تتفرج علينا والناس كلها بقت تشجع مصر، فدي كانت حاجة كويسة جدا وكانت مدينا حافز احسن ان احنا عايزين دايما نبقى احنا نكسب ماتشاتنا كلها، عايزين نعمل حاجة، لا احنا ان شاء الله رايحين كنا هدفنا ناخد البطولة. بس انا عرفت ان انت ميسي ميسي كرة القدم النسائية، طب ليه مش رونالدو؟ وهل بقى يعني اللقب ده قالوا لك ميسي عشان انت شبه ميسي في طريقة اللعب ولا سريعة زيه بالكورة ولا ايه يعني احكي لي؟ لا هو ممكن وانا صغيرة كنت شبهه شوية في الشكل وجبت جون زيه فمن بعديها بقى طلع عليا فطلع بقى عليا اسم ميسي ده من ساعتها. طيب انت اصلا بتشجعي اصلا ميسي يعني انت اصلا بتشجعي برشلونة شكلك كده؟ طيب ماشي. هدير بقى نجمة النجوم وهدافة الفريق اللي طبعا يعني زي ما الكابتن فايزة قالت ان انت كنت سبب في صعود مصر لبطولة كأس العالم. الاول هدير بقى انت في الاول طبعا احنا كنت عايزة توجهي رسالة للكابتن محمود الخطيب تقولي فيها الحمد لله على السلامة. تحب تقولي له ايه الاول؟ على السلامة وعلى السلامة عليه وعلى سروره في قناة الأهلي. طيب ماشي. الحاجة بقى التانية بقى انا عايز اعرف ان انت ليه النهاردة لابسة الحجاب احمر؟ عشان انا بحبه أكتر. بتحبي الأهلي؟ انت أصلا أهلاوية. وبتحبي الاهلي. طب انت مركزك ايه في الملعب هدير؟ مهاجم. مهاجم. مين من لعيبه كره الاهلي اللي انت بتحبيهم او انت شايفاهم ان انت عايزه تبقي زيه مثلك الاعلى؟ مين؟ وليد ازارو. وليد ازارو.
اي وليد ازارو ده انت ان شاء الله تبقي اجمد من وليد ازارو ان شاء الله. قولي لي بقى يا هدير كده، كاس العالم وتكريم الريس وبطوله مهمه، كان ايه احساسك كده وانت واقفه مع سياده الريس وهو بيكرمك وانت واخده ميداليه برونزيه ورافعه اسم مصر وواقفه كده يعني تتكرمي والدنيا كلها بتتفرج عليك؟ انا مبسوطه وهو كده سبنا واشكره. تشكريه. طب انت شايفه، طب انت بقى يعني ايه اللي انت عايزه تعمليه الفتره اللي جايه؟ ايه اللي انت عايزه تعمليه؟ فعايزه تكملي بقى وان شاء الله البطوله اللي جايه تاخدوا المركز الاول، البطوله الذهبيه، عايزه ايه اللي انت بتنتظريه في كره القدم النسائيه الفتره اللي جايه يا هدير؟ انا بحب كره القدم. بحب نفسي اعمل بكابتن. نفسك؟ نفسي. ان شاء الله يا عايده يعني 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 كابتن قاعده معاك وعايزه تبقي كابتن زيها. طب هي تروح فين لما انت تبقي مدربه؟ طيب انا مع التصر بقى. طيب كابتن فايزه، يمكن برضه عايزين نقول للساده المشاهدين ان حضرتك مدير فني المنتخب القدرات الخاصه اللي هي المنتخب النسائي. تاني اكد ان منتخب كره القدم للكره النسائيه هو منتخب مزيج ما بين لاعبي القدرات الخاصه واللاعب الشريك اللي احنا بنسميه او هم بيسموه في كره القدم او في الاولمبيات الخاصه، هو لاعب شريك ولاعب صاحب قدرات خاصه، هو منتخب في اندماج ما بين الطرفين، صح كده مظبوط؟ تمام. طيب انا عايز اعرف من حضرتك برضو تاني عشان خاطر نبقى عارفين الاندماج ده حضرتك شايفاه ازاي؟ وهل هو حاجه يعني شايفاها ان هي على المدى الطويل ليها تاثير ايجابي؟ حاجه الثانيه ان حضرتك لاعبه كره قدم في نفس الوقت، يعني حضرتك لاعبه ومدربه، اتنين في واحد. تمام. فانا عايز اعرف ده مش بيأثر عليكي في وانت في الملعب وانت كمدير فني لما بتيجي تلعبي، مش بيحسسك ان ده حاجه كده فوق طاقتك او المسؤوليه كبيره عليكي؟ هي اكيد المسؤوليه كبيره، لكن مفيش حاجه فوق الطاقه، لان كره القدم مش بس لعبه، هي موهبه كبيره جدا وليها جوايا اثر كبير ويعني تحديات كتيره قوي، لان الموضوع كان صعب في الاول ان انا اصلا اقدر العب كوره. تمام. فان انت بقى تلاقي فرصه انك تلعب وتدرب، فاكيد هتفضي كل وقتك وكل طاقتك، لان ما بعملش اي حاجه في حياتي غير ان انا العب كوره وادرب كوره واحضر في كوره. يعني حياتي كلها كوره، يعني على الرغم ان انا خريجه اداره اعمال، ماليش علاقه خالص لا بتربيه رياضيه ولا بكوره. هي موهبه بالظبط. لكن الفكره ان انا توليت منصب مدير فني لنادي الطيران في الفتره الاخيره، اخر 3 مباريات، والحمد لله عاملين نتائج كويسه. بلعب وجايبه في الثلاث ماتشات جايبه 3 اهداف والحمد لله. يعني كل لعيبه بتشارك، انا بلعب هاف ليفت هاف رايت، صانع العاب، بتلعب يمين وشمال، رجليك الاثنين زي بعض. يعني رجليا الاثنين الحمد لله. انا كابتن منتخب مصر كمان في الكوره. بسم الله ما شاء الله. اخر بطوله افريقيا في 2016 كنا 5 افريقيا. يعني الموضوع مش بس لعبه، يعني مش ان احنا بنمارس وخلاص، لا الطموح كبير يعني ان شاء الله. يعني يا ميرنا بقى قولي لنا على الصور وتعليق على الصور. سياده الرئيس شفنا الصور مع سياده الرئيس، شفنا الصور وانتوا جايين من المطار وجايين من البطوله، ودي صور يعني كمان المشاركه اللي انتوا شاركتوها في شيكاغو. فعايز اعرف بقى يعني تعليق كده، وتقولي لي الكواليس وتقولي الاحساس كده، الماتشات المباريات ازاي كان الدافع عندكم، وازاي كان الكابتن فايزه كانت بتتعامل معاكم، وازاي قدرت توصلكم للانجاز اللي انتوا حققتوه؟ لا كابتن فايزه اصلا كانت بتتعامل معانا ان هي اخت كبيره لينا طبعا. مش مدير فني. كانت بتعمل بصراحه، كان ليها دور جامد قوي، ان احنا كان عندنا اول ماتش مع كوريا، ده كان اصعب ماتش، وكنا ما كناش عارفين الفرقه دي ايه بالظبط. كابتن فايزه جابت لنا ماتش ليهم، وده كان من الصعب جدا طبعا. وقعدنا مع بعض كلنا في الاوضه اتفرجنا على الماتش بتاع الفرقه ودرسناهم كويس جدا، وهم اصلا بيسخنوا، احنا بصراحه كنا مقلقين شويه يعني طبعا. بالظبط. نزلنا الحمد لله، اكيد طبعا بيكون صعب. نزلنا الحمد لله كسبنا 4-0 اول ماتش، ده ادانا دفع ان احنا نكمل البطوله بتاعتنا كلها بالسكورات دي، احنا مش اقل من حد، احنا ان شاء الله لازم نعمل حاجه. والحمد لله عملنا نتائج كويسه جدا، وكمان بقى لينا هناك جمهور كمان بيشجعنا. يعني هدير بقى انا عايز اعرف مركز راس الحربه، اشمعنى اخترت مركز راس حربه؟ ليه ما لعبتيش مدافع؟ ليه ما لعبتيش في النص؟ ليه ما لعبتيش على اطراف الملعب؟ مهاجم احسن. اشمعنى مهاجم؟ مهاجم احسن. يعني تاخدي كل حاجه على الجاهز يعني؟ يعني عشان خاطر ما تدافعيش يعني وما تنزليش ترجعي مع زمالك؟ طيب احكي لي بقى كابتن فايزه برضو والتعامل معاها، ايه التعليمات اللي كانت بتقول لك عليها؟ ايه الحاجات اللي انت وانت جوه الملعب كنت بتاخدي بالك منها قوي؟ يعني مين اصعب فريق لعبت ضده؟ مين من اللعيبه المنافسين كان صعب شويه في الملعب، كان بيضايق، فانت كنت بتعملي مجهود اكتر؟ والله وكان من طرف المركز الاولمبي. وناخد راحه. تمام. كنت بتضربوا في المركز الاولمبي. وبتاخدوا راحه. تمام. وبعدين بقى ومضرب الساعتين، ضرب ساعتين في اليوم. كنت بتضربوا ساعتين. طب مركز بقى راس حربه مين اللي اختارهولك؟
كابتن فايزة. يعني كابتن فايزة شافت ان انت وليد ازارو فقالت لك تلعبي راس حرب. طب مين اصعب فريق لعبت ضده في بطوله العالم؟ ايه اصعب منتخب؟ كريستيانو ده. واصعب طب انت فاكره مين اللعيب اللي ممكن كان او اللاعبه اللي كانت صعبه قوي عليكي وكانت يعني قويه شويه فانت كنت بتعملي مجهود اكبر علشان خاطر تجيبي جوان وتعدي منها وكده؟ مين كانت بتلعب في منتخب ايه؟ منتخب مصر في شيكاغو. في شيكاغو. طيب انت ان شاء الله كده يعني شايفه ان انت هتكملي بقى كراس حربه وان انت تستمري مع منتخب مصر الفتره اللي جايه كده وتحققي انجازات كتير؟ ان شاء الله. طيب ماشي كابتن فايزه، يعني هكمل مع حضرتك وموضوع الدمج عشان عايزين برضو نتكلم عليه. ايه الجزء الايجابي اللي حضرتك شايفاه وممكن يفيد منتخب مصر او منتخب الكره النسائيه للقدرات الخاصه في بطولات العالم اللي جايه، او من الفكره نفسها ان هو تم طرح فكره ان المنتخب يبقى مدمج ما بين طرفين؟ والله مكاسب كبيره جدا، مش بس لذوي القدرات الخاصه، للاعبات اللي هم الشركاء اللي معاهم، لان ده اثر في حياتهم. انا عايزين بس نشرح ان احنا عندنا نوعين، لاعب شريك ولاعب ذو قدرات خاصه، فالاثنين بيلعبوا مع بعض في منتخب واحد، صح كده يا كابتن؟ احنا تم اختيارهم من خلال نادي الطيران ونادي وادي دجله، لاعبه ميرنا اللي هي ميسي، وفي لاعبه ياسمين عبد الراضي، دول نادي الطيران، وكان في اللاعبات عليا الزنوكي وبسنت عبد العزيز وشروق سيد، دول ثلاث لاعبات من وادي دجله، وكابتن منى طارق اللي احترفت لنادي في تركيا، ولاعباتنا ذوي القدرات الخاصة. ده كان الدمج الاستفادة منه، ان بناتنا ذوي القدرات الخاصة ما يحسوش بفرق او ان هم مهمشين وليهم ادوار، يعني هم ابطال اكتر من بناتنا النورمال طبعا، لان هم ابطال. يعني هدير مثلا بطلة في لعبة السلة. هدير يا كابتن بصي بره الهواء بتتكلم، بصي ما بطلتش كلام على الهواء، ما اتكلمتش كلمتين على بعض. ايوه مش هسيبها برضه. بطلة في لعبة السلة وبتاخد ذهب، وفي يعني هي بتلعب سلة كمان سلة كرة القدم. وفي لعيبة ايه بتلعب ريشة طايرة بطلة عالم برضه، وفي سما بتلعب العاب قوة، وفي ياسمين بتلعب ريشة، وفي يعني هم بس مش مقتصرين فقط على كرة القدم، والدمج في كل الألعاب الجماعية. لكن الفكرة بقى عندنا ان احنا بناتنا الشريكة اللي هي النورمال بيبقى عندها مشكلة انها اصلا تتعامل، يعني احنا البنات اصلا عندهم غيرة وعندهم بيتدلعوا شوية وعندهم بنات يعني، لكن لما كانوا في موضوع الدمج البنات تحملت مسؤولية انها كل واحدة شريكة بتبقى مع واحدة ذو قدرات خاصة في الأوضة، ازاي تتحرك، ازاي تاكل، هنلبس ايه، كانوا بيساعدوا بعض، لدرجة ان احنا لما وصلنا في اخر المعسكر بقوا لاعباتنا ذو القدرات الخاصة ابطال، يعني هم اللي بيساعدوا لاعبات النورمال اللي هم تجيب لها شنطتها او تنسى، في واحدة تنسى تيشرت تقول لي ده ناسية التيشرت في الأوضة. فالموضوع بيبقى ان بنوصل لمرحلة ان ما فيش فرق ما بين الاثنين في تنفيذ التعليمات، في زي ما ميسي ميرنا قالت، او ميسي 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 قالت ميسي مش هنقول ميرنا، ميسي قالت في ماتش كوريا لما اتفرجنا على ماتش، لان احنا عندنا لعبه رحمه كانت قبل ما نلعب بطوله كاس الاقليمي، كانت خافت قبل ما تلعب فريق الامارات لانها اول مره تشوفهم، وده كان يعني حاجه انا ما اعرفش ازاي بنتعامل معاها، فانا قلت نوريها فيديو للعيبه وده شكلها وده رقمها وشعرها شكله كذا، ودي لعيبه هتلعبي عليها مان تو مان او هتلعبي معاها بطريقه كذا. فالموضوع بقى بالنسبه لنا مجزي، لدرجه في الاخر ان اللاعبات بتوعنا اللاعبه سما احمد بدلت التيشيرت مع لعيبه منتخب البرازيل، والبنت حطت التيشيرت مصر على السوشيال ميديا وهي لابسه التيشيرت بتاعها. فالدمج ده حاجه طبعا عظيمه جدا بالنسبه للاعبات سواء الشريك او اللاعب، بيخلينا يعني ما فيش اختلاف ما بينهم طبعا، ما فيش فروق، بالعكس لا احنا هم عاملين نتائج وبطولات اكتر من لعيبتنا، يعني دي حاجه يعني هي حاجه اضافه لينا مش اضافه ليهم يعني. طبعا يعني يا ميسي بقى قولي لي الاستعداد لاول بطوله وازاي كان في رهبه، وهل انتوا يعني انت شايفه ان انتوا استعديتوا كويس وان انتوا اول بطوله كان عندك الاحساس ان انتوا هتادوا الانجاز اللي انتوا عملتوه ده؟ طبعا انا ما كانش في رهبه بالنسبه لي قوي، عشان دي مش اول مره العب بره مصر ومش اول مره العب باسم منتخب مصر. سافرت كتير مع المنتخب الاول ولعبت ماتشات كتير، فهي الموضوع الرهبه لا ما كنتش خايفه منها، انا كنت واثقه فيهم جدا وكنت واثقه في شغل كابتن فايزه قوي. احنا كنا بنتمرن تمارين انا ما شفتش ولاد متهيألي بتتمرنها، واحسن حاجه كنا بنتمرن كمان الصبح في نفس مواعيد الماتشات. روحنا هناك برده كان الدنيا شمس وحر جامد قوي، بس احنا تعودنا من هنا ان هنلاقي ده. لو كنا لعبنا هنا في جو لا كنا اتمرنا بالليل وروحنا براحتنا وكده، كنت شايفه ده كان هياثر علينا. عشان هناك برده اللي اثر علينا اكتر ان الماتشات كلها كانت ورا بعض، ولعبنا البرازيل في جو تاني. البرازيل كان الجو كان ساعتها برد جدا والدنيا بتمطر، واحنا مش متعودين على الاجواء دي، احنا عارفينها بالظبط، فدي كانت اجواء برازيليه شويه، فهم متعودين على ده.
بس الاستعداد بتاعنا كان كويس جدا. كنا بنتمرن كل يوم في المركز الاولمبي، كنا بنصحى الصبح بدري قوي نروح نتمرن، تمريننا كان ساعتين. ودي كانت بتصحى ولا ما كانتش بتصحى؟ لا دي كنت بروح اول واحده بس على طول. اول واحده في النادي. بس كنا بنقعد طبعا نفطر مع بعض، احنا كنا فعلا احنا كنا اسره، بس مش تيم كوره لا خالص. كنا بنروح نقعد مع اولاء امورهم كمان نفطر مع بعض ونخلص تمريننا ونقعد كمان شويه مع بعض، بعد كده بنمشي. فانا شايفه الاستعداد بتاعنا كان كويس جدا. اي نعم فعلا كان في حاجات قليله قوي. كابتن فايزه كانت ساعات بتجيب لنا ادوات من عندها، بس الحمد لله يعني استعدنا كويس ورحنا عملنا حاجه، وده باين من نتائجنا في الماتشات طبعا. طيب هدير بقى قولي لي انت، يعني انا عرفت ان انت كنت بتلعبي باسكت او بتلعبي باسكت. عندي زي التمرين يوم السبت والحد. عندك تمرين سبت والحد؟ طيب لما لعبتي كوره بقى حبيتي ايه اكتر، او ايه اللي انت الرياضه اللي انت مايله لها وشايفه ان انت ممكن تبقي فيها كويسه على المستوى البنات؟ عشان اللعب كوره الكبير. انت عايزه تلعبي كوره ولا تكملي في الباسكت ولا تكملي في الاثنين؟ طب بتحبي ايه اكتر، باسكت وكوره ولا كوره وباسكت؟ طيب بتتفرجي طبعا، يعني اكيد متابعه النادي الاهلي طبعا، بتشوفي ماتشاته الصبح وبالليل عادي. بتشوفي الاهلي الصبح وبالليل مع حضرتك؟ معايا يوم الجمعة. يوم الجمعة صح صح. طب انا باجي الساعة كام؟ 5. طيب الاهلي اتفرجت على ماتش الاهلي امبارح والجيش ولا لا؟ كان عندي تمرين؟ كان عندي تمرين. لقيت ايه؟ لقيت 2-0 كويسة، مبروك الاهلي تقلها اهلي ستارة وكاميرو. يعني 2-0 الاهلي كسب، فقلت الحمد لله. كان عندك تمرين. طيب انت عارفة طبعا مين اللي جاب لك جوان ولا لا؟ مروان. صح مروان محسن. بيلعب ايه مروان بقى؟ بيلعب نفس مركزك فمهاجم. الاثنين بيلعبوا مهاجمين صح؟ مونيتا اسارو. بس انت بتحبي الاثنين ولا بتحبي حد فيهم شويه؟ مين شايفاه يعني طريقه لعبه شبهك، مروان محسن ولا وليد اسارو؟ الاثنين. طيب بقى عموما بقى في الاهلي، مين بقى من نجوم الاهلي اللي انت بتحبيهم؟ يعني بنتكلم على الاجيال اللي قبل كده بقى، قولي لي مين لعيبه الكوره اللي انت بتحبيهم في الاهلي؟ وائل جمعه. وائل جمعه سلام. محمد ابو تريكه طبعا بحبه قوي جدا. ابو تريكه بتحب ابو تريكه جدا. طب ومين تاني؟ مين تاني؟ لا ما حدش هيساعدك، انت الاثنين لوحدك. عملت يا عمرو. لو عايزين اي نتائج لمباريات او اي لعيبه هي اللي بتقول لنا. وليد سليمان متالق طبعا. طب اسمه ايه وليد سليمان؟ ايه اللقب بتاعه اللي بيقولوه؟ الحوي. عشان ما يجيب ضربه الجزاء. طب انت شايفه النادي الاهلي الموسم ده او السنه دي يقدر ان هو ان شاء الله ياخد بطوله الدوري وينافس على بطوله الدوري؟ هياخد دوري السنه ان شاء الله. هياخد دوري وكاس ولا الدوري بس؟ كاس مصر الاثنين ان شاء الله. طيب كابتن فايزه، عايز اسال حضرتك على الاجواء المختلفه ما بين اجواء مصر او اجواء افريقيا او اسيا. حضرتك رحتوا امريكا، ملاعب مختلفه، جو مختلف زي ما ميسي كانت بتتكلم. ازاي حضرتك تعاملتي مع الاجواء اللي حضرتك شفتيها بدايه من الاستعداد في مصر؟ هل حضرتك كنت عامله حسابك على الملاعب على الاحتكاكات ولا فكره حضرتك كان ازاي؟ لا كنا عاملين حسابنا، لان احنا كان جدول المباريات جه قبل البطوله مثلا باسبوع، وعرفنا ان احنا عندنا كل يوم ماتش، وده كان عبء كبير عليهم، لان احنا بالامكانيات القليله اللي قدرنا نحقق بيها يعني فتره الاعداد كانت قليله. لكن قلنا ان فترات الراحه كنا بنعمل ايه بقى، يعني احنا مش فاهمين حاجه قوي، والموضوع كان بالنسبه لنا صعب، بس كنا بنحاول على قد ما نقدر في البانيو بتاع الاوضه، زي مثلا بنعمل مغطس ثلج عشان اللعيبه تعمل ريكفري عشان يقدروا يكملوا. لان كل يوم مغطس ثلج يعني تقريبا مثلا، فاللعيبه بقى ما كانتش طياني. مين كان هدير؟ طب انا عايز اسالك، هدير كانت بتعمل ايه؟ هدير بقى غصب عنها كانت بتنزل، لان هم يعني ما كانتش بتتعبك ولا بتضايقك؟ لا لا لا، ما كانتش تقول لك مثلا الجو ميه ساقعه والدنيا برد، بس احنا بنقول ان ده هيخلينا كويسين، ان احنا لو فضلنا مكملين على الحمل ده اللعيبه مش هتقدر تكمل. ماتش البرازيل ما كانش صعب بدنيا، لكن الاجواء نفسها كانت درجه الحراره تقريبا 8 وامطار غزيره، وكان لدرجه ان هم غطوا الملعب بعد شويه من الماتش. واللعيبه بقى انا بعذرهم يعني، بس احنا كنا كسبانين البرازيل 2-0 في الشوط الاول، بس النتيجه اتغيرت. احنا مش متعودين على الاجواء، احنا حاولنا نعمل كل حاجه عندنا، والفتره الراحات كانت قليله. انا بشكرهم يعني، لان هم استحملوني، لان الموضوع كان فيه يعني شويه بنعنفهم شويه بنحتويهم على قد ما بنقدر يعني، عشان نقدر نعدي المرحله دي. ميسي اصعب المواقف بقى اللي قابلتك في البطوله، اكيد في كده شويه مواقف مش قادره تنسيهم. كان موقف البرازيل اللي كابتن فايزه كانت بتتكلم عليه، ان انتوا تكونوا كسبانين 2-0 ومره واحده الدنيا تتقلب ضدنا، كل حاجه جو لقيناه مره واحده قلب جامد قوي. متهيألي احنا جه فينا الثلاث تجوان لما الجو قلب، والثلاث تجوان منهم ضربتين جزاء اتشاطت جت في ايد بنت غلط، اتحسبوا كده يعني.
بس فاحنا كان حلم بصراحه ان احنا كان نفسنا نلعب نهائي، وكان الاجواء برده كانت كويسه جدا. انا اتضايقت قوي لما رحت حضرت الماتش النهائي، طبعا استاد الناس كلها كانت بتتفرج علينا، كابتن دروجبا كان هناك، فكان نفسي لا مصر هي اللي تلعب. هدير لعبت مع دروجبا؟ لا مش رحمه وايه، خدوا من كل منتخب بنتين يمثلوا الدوله اللي هم فيها، كان من كل بقى سلوفاكيا البرازيل المكسيك. طب هدير لعبت مع حد؟ لا هدير لعبت مع في المباريات العاديه، لكن في المباراه دي كانت اللعيبه ايه ولاعيبه رحمه، واخدوا ميداليه ذهبيه، وكانوا بيلعبوا مع نجوم العالم. يعني انا هلعب مع دروجبا دي ده حلم حياتي. بيلعب فين تاني كده قولي؟ ما سمعتش. تشيلسي كونتي. ومين؟ كونتي مشي من تشيلسي دلوقتي، خلاص بقى مساري مدرب تشيلسي دلوقتي، كونتي كان ماسك تشيلسي. طب انا هسالك سؤال يا هدير، مين او انت فاكره مين من اللعيبه اللي كانت غلسه شويه كده عماله ترخم عليكي كده، كانت بتلعب في منتخب ايه؟ يعني انا مش هسيبك، انا عايز اعرف مين المساك الرخم او المساكه اللي كانت بتلعب عليكي وكانت مضايقاكي وما كنتيش عارفه تفلفصي منها. كانت بتلعب في منتخب ايه؟ ايه اكتر منتخب ضايقك؟ طيب عشان منتخب لا الاول، مين من المنتخبات اللي انت لعبت ضدها كانت صعبه؟ لا كانت سهله. يعني منتخب برازيل ما كانش صعب؟ لا كان صعبة عشان خاطر كسبكم. طب انت بقى، طب مين من المنتخبات اللي كانت سهلة اللي انت كسبتيها بس الموضوع كان بالنسبة لك صعب؟ كان في حد من اللعيبة التانية كوريا والمكسيك؟ كوريا ومكسيك. طب كوريا كنتي، طب سؤال بقى، كوريا كلهم شبه بعض، كنت بتاخدي بالك منهم ازاي؟ كانوا كلهم شبه بعض صح؟ كنت ازاي بقى بتعرفي اللعيب ده واللعيبة دي واللعيبة دي واللعيبة دي ازاي بقى؟ ولا كنت كده بالإحساس؟ اي احساس من كوريا مش قوي يعني، وكسبنا يعني كوريا. قطعت الدنيا انت مع كوريا ها؟ وقطعنا هنتي. قطعت الهند. الهند؟ وخسرنا برازيل. ما هو برازيل عشان نيمار. نيمار. طب نيمار ما لعبش؟ لا نيمار يعني انت معلمه كل منتخب بلعيب. يعني انت البرازيل عارفه بنيمار. مين تاني من البرازيل طب بتحبيه لعيبه الكوره؟ هو نيمار بس. بس؟ رونالدو؟ لا رونالدو في البرتغال. لا رونالدو الكبير بقى، مش بتكلم على، مش انت بقى احنا بنتكلم ان انت موسوعه رياضيه وعارفه كل اللعيبه. رونالدو الثاني عارفاه، اللي كان روتونا، اللي هو ايوه اللي هو كان بيلعب بقى زمان بقى مع انتر ميلان وبرشلونه ومع ريال مدريد. طب انت ايه اكتر دوري متابعاه في العالم؟ دوري الانجليزي ولا محمد صلاح؟ الدوري الانجليزي. ما اشوفه انت، انا مفرق على تشيلسي. في تشيلسي؟ طيب بتشوف الدوري الانجليزي؟ شفت ماتش ليفربول الاخير؟ طب ايه رايك في مستوى محمد صلاح؟ حلو خاطر احسن لعيب. احسن، ما هو كل بسم الله ما شاء الله كل مره احسن لعيب. طب انت نفسك تحترفي؟ يعني انت نفسك تلعبي مثلا في نادي زي ليفربول وزي مانشستر وزي الفرق دي كلها بتطلعي بره مصر كده؟ في ريال مدريد. في ريال مدريد؟ مش انت قلت مش بتشجعي برشلونه وبتحبي ميسي وبتحبي سواريز وكده؟ بعت برشلونه كده على طول يا هدير؟ مالك يا ماما، ما اعترف بس. طيب هنروح ل يعني سياده المهندس هاني محمود، رئيس الاتحاد لكره او رئيس الاولمبيات الخاص بمصر، المهندس هاني محمود، علشان نتكلم معاه اكتر عن الانجاز اللي حققته. باشمهندس برحب بحضرتك. وعلى ابطالنا اللي معاك، اخبار حضرتك ايه؟ الابطال منورين ومشرفين، وحضرتك مشرف دايما. شرفوا مصر كلها والله. في امريكا مش عايز اقول لك كان التشجيع بتاع الامريكان ازاي، ومش مصدقين ان عندنا بنات بهذه القوه وبهذا العزم على الانتصارات الجميله اللي عملوها. يعني استعدادات بقى المنتخب، وازاي المنتخب استعد لاول بطوله في الغاص، وانجاز ببرونزيه وتكريم خاص من سياده الرئيس لحضرتك وللمنتخب. عايز اعرف ازاي استعديتوا للبطوله من اول يوم فتره اعداد لحد الميداليه البرونزيه؟ عشان اولا كانت اصعب فتره هي تكوين الفريق، عشان الكابتن فايزه والدكتور اكرامي المدير الفني عشان يوصلوا لهذه المجموعه، سواء من ذوي الاعاقه الذهنيه او من المشاركين الاخرين، كانت فترة طويلة شوية. والحمد لله كوننا الفريق عشان نلعب البطولة الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والحمد لله خدنا مركز أول. وكانت المباراة النهائية مع تونس كانت مباراة صعبة، بس الحمد لله فزنا بيها وتأهلنا لكأس العالم لذوي الإعاقة الذهنية وكأس العالم للأولمبياد الخاص في شيكاغو في أمريكا. رحنا هناك الحمد لله، كنا يعني انا واحد من الناس كنت قلقان جدا، بالذات لما شفت الفرق
اللي معانا في المجموعه، كان معانا كوريا وكان معانا الهند وكان معانا المكسيك، والحمد لله كسبنا بارقام كبيره 4-0 و3-0 و5-1، وكانت مفاجاه لكل الدول المشاركه في البطوله، ومفاجاه للجمهور الامريكي اللي كان بيتفرج علينا ان مصر تطلع اول المجموعه وتفوز في الثلاث مباريات، ومش بس فوز عادي ولكن فوز بنتيجه كبيره دايما 4-0 و3-0 و5-1. مظبوط، كانت نتيجه كبيره على فرق كبيره الحمد لله. باشمهندس ماتش واحد، اتفضل يا فندم. خسرنا ماتش واحد في قبل النهائي امام البرازيل 4-2، والاربعه بتوع البرازيل كان منهم ثلاثه ضربات جزاء، لكن الحمد لله وكسبنا بعد كده المركز الثالث والميداليه البرونزيه. لكن اهم ما في الموضوع الحقيقه اللي رفع يعني معنويات كل اهالي ذوي الاعاقه الذهنيه وذوي الاعاقه عامه، هو مفاجاه كبيره لنا ان يتم تكريم البعثه بهذا الشكل الجميل، ويتم منحهم يعني اعلى وسام الرياضه من الدرجه الثالثه. فكانت الحقيقه حاجه مشرفه جدا، وكان السيد الرئيس فخور بالانجاز. والحقيقه التكريم ده يعتبر تكريم يعني قطاعات كثيره من المصريين، فهو تكريم للسيدات والانساب لان ده فريق انساب، وفي نفس الوقت هو تكريم للرياضيين عامه وتكريم لذوي الاعاقه. ولا تتخيل حضرتك التليفونات اللي جات لنا من اهالي ذوي الاعاقه الذهنيه، حتى اللي مش مشاركين في هذا الفريق، اعتبروا ده تكريم لكل ذوي الاعاقه واهاليهم واسرهم اللي بيبذلوا معاهم مجهود كبير جدا. ثانيه، يمكن الطموح دايما بيكبر من الاحلام اللي جايه في المستقبل، خطوات حضرتك ايه اللي جايه ان شاء الله؟ ان شاء الله احنا بنستعد للاولمبيات الدوليه في شهر مارس القادم، ودي هتكون في ابو ظبي، مشارك فيها 173 دوله على مستوى العالم، حوالي 7000 لاعب ولاعبه من ذوي الاعاقه الذهنيه، وهي بتتعمل كل 4 سنين. اول مره تقام في منطقه الشرق الاوسط وافريقيا، هي هذه المره هتستضيفنا ابو ظبي وتحت رعايه الشيخ محمد بن زايد. واحنا كوننا بعثه قويه جدا، عملنا معسكر الاسبوع اللي قبل اللي فات للبعثه كلها في جميع الالعاب، وان شاء الله نتمنى ان احنا نرجع من هناك باكبر عدد من الميداليات باذن الله. باشمهندس هاني بشكرك شكرا جزيلا على وجود حضرتك معايا، باشمهندس هاني محمود رئيس الاولمبيات الخاص. مكملين لسه مع نجومنا وكابتن فايزه، يمكن البطولات اللي جايه بقى الاستعدادات هتبدا من امتى؟ الاحلام بقى الخاصه بحضرتك وشايفاها ان شاء الله المنتخب هيسير ازاي بعد الانجاز اللي حققه في تحقيق انجازات اكبر؟ هي البطوله اللي في شهر مارس ما فيهاش كره قدم نسائيه، هي للرجال بس. تمام. والعاب تانية كتير مختلفه. تمام. لكن احنا بناتنا ذوي القدرات الخاصه، عايز نعرف هدير الفتره الجايه بقى تعمل هدير ايه؟ انا كل البنات اللي معايا في المنتخب ذوي القدرات الخاصه انا متبنيه الموضوع بشكل شخصي، يعني لان ما لهمش دوري ولا ليهم مراكز تدريب في الفتره الحاليه. فانا بشتغل معاهم سواء في نادي الطيران، بندخلهم مع فريق الناشئات بيتمرنوا مع في الدمج برضو، او في اي اكاديميه كره قدم للبنات قريبه من بيوتهم، انا بكون مشرف عليهم وبقول للمدربين ازاي يتعاملوا معاهم. بصفتي يعني انا مدربه ومحاضر في كره القدم النسائيه، فبحاول اكون ان بناتنا تمارس عشان ما تنساش كوره وتبعد بالالعاب الثانيه، لان هما بيبقى عندهم بطولات ثانيه كتيره بيشاركوا فيها، لو بعدوا عن اللعبه الموضوع هيبقى مختلف ومستوياتهم هتبعد شويه. ولعباتنا بقى اللي بتلعب في الدوري، فاحنا عندنا دوري كره قدم نسائي. لا بس بسم الله ما شاء الله، يعني 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 اكيد طبعا بشكرك على المجهود اللي حضرتك بتعمليه وان انت متبنيه الموضوع. اكيد حضرتك واخداه كمان بحب، فالحب ده دايما بيخليكي تخلصي في العمل. اكيد اكيد، لان انا عمري ما اتعاملت معاهم ان هم لاعبات، هم اخواتي يعني. صح. ولو انا كبيره شويه هم اولادي، وانا لا لك هم اخواتك. بجد، لان غريب يعني بره اللعب احنا بنعمل حاجات يعني كاننا اطفال بنلعب، بنقعد نرش على بعض ميه وبنعمل حاجات اللي هي بتاعت الاطفال زي سعد سمير. بس هدير بتتكلم اكتر بره الهواء، والهواء لسه برضه مكسوفه. هدير. مش عارف ليه هدير. مش عارف ليه مكسوف قد كده، هنا مخبيهم كلهم مش عايز اطلع ولا حاجه فيه. لا دي بتغني وبتعمل حاجات كتير هدير. بتغني هدير شويه. طب وايه تاني؟ بتغني للاهلي. بتغني الاهلي؟ ايوه. طب قولي لي، طيب اهلين عملتي كده؟ طب هتروحي ماتش الاهلي اللي جاي؟ طب رحت لسته قبل كده؟ رحت اتفرجت على النادي الاهلي من المنيا؟ في الطلعه العربيه في سته القاهره. سته القاهره؟ انا ما رحتش سته القاهره بقالي كتير. ده انت يعني بسم الله ما شاء الله، ومنقت قليل اهو، ومنقت قريب كنت في الملعب. طيب قولي لي، طيب يعني حابه ان انت بقى الفتره اللي جايه هدير يعني هتكملي في الباسكت وفي الكوره، ولا هتركزي في حاجه واحده بس؟
الاثنين هركز في الاثنين. الاثنين طيب، يعني انت الفتره اللي جايه مركزه في الاثنين مع الباسكت. انت بتلعبي في نادي ايه في الباسكت او كره السله؟ مهاجم برضه. لا انت بتلعبي في نادي مركز شباب الجزيره، ومع كابتن فايزه بتتمرني، بتاخدك كده بتتابعك في موضوع الكوره، فانت في الاثنين ماشيه كويس. خدت في المصابي لسه كان مصابي شهر 3، خدت المركز الاول وكسبنا الامارات. طيب هكمل معاكم بس نروح لمراسلنا كريم احمد من نادي الاهلي بالشيخ زايد عشان يطلعنا على ما هو جديد. يا كريم برحب بيك. مرحبا بيك يا زميلي عمر في البدايه وبكل مشاهدي وجمهور النادي الاهلي في كل مكان. بالفعل باكد عليك، احنا متواجدين في النادي الاهلي بالشيخ زايد حيث اجتماع مجلس اداره النادي الاهلي برئاسه الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي. في البدايه طبعا بنقول للكابتن محمود الخطيب الحمد لله على السلامه. النهارده زي ما انت عارف يا عمر، النهارده اول الاجتماعات اللي بيحضرها الكابتن محمود الخطيب بعد طبعا الماضيه. النهارده يمكن مجلس اداره بالكامل النهارده متواجد في اجتماع هام جدا، اكيد زي ما جمهور النادي الاهلي منتظر وكل اعضاء النادي الاهلي منتظره، قرارات كثيره جدا منتظرها جمهور النادي الاهلي واعضاء النادي الاهلي تخص قطاع كره القدم، الامر خاص طبعا بالمدير الفني، اعداد كثيره جدا طبعا وامور كثيره جدا منتظرها الجميع. لكن باكد لك في مجهود كبير بيبذل من مجلس اداره النادي الاهلي خلال الفتره الماضيه من الجهه الانشائيه ومن الجهه كمان الاداريه وايضا كمان الكل طبعا الامور الخاصه بالالعاب الجماعيه الالعاب الفرديه وعلى راسها طبعا قطاع كره القدم والنادي الاهلي. يمكن زي ما بنتكلم طبعا في البدايه النهارده كان في وفد يمكن كان رفيع مستوى، يمكن كانت زياره مهمه جدا في البدايه النهارده كانت في مقر النادي الاهلي بالجزيره. وفد كان متواجد مع المهندس محمد سراج عضو مجلس اداره النادي الاهلي، العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الاهلي، خدوا جوله كبيره ويمكن تواصلت هذه الجوله هنا في مقر النادي الاهلي بالشيخ زايد ايضا كمان كانت جوله مهمه جدا. وصلوا كمان ل انت عارف عمر طبعا في مساحات كثيره جدا هنا في النادي الاهلي في الشيخ زايد، الحلم الكبير وهو حلم جمهور النادي الاهلي استاد النادي الاهلي. يمكن الوفد بالكامل كان متواجد في المنطقه اللي مليئه طبعا بالامطار الكثيره، الحلم يتحقق هنا على ارض الشيخ زايد. النهارده زي ما بناكد الاجتماع هيكون مهم جدا، باكد لك ان حتى هذه اللحظه الاجتماع مستمر، بدا فيها الساعه 5 بحضور الجميع، لكن احنا في انتظار طبعا القرارات ان شاء الله تكون قرارات تحديد كمان في قطاع كره القدم وعلى راسهم الفريق الاول لكره النادي الاهلي كره القدم بالنادي الاهلي. عندهم مباراه مهمه زي ما انت عارف يا عمر، البدايه باذن الله تكون موفقه في البطوله الافريقيه. لكن باكد لك الدكتور شريف فؤاد طبعا المتحدث المتواجد باذن الله اول ما تطلع القرارات هنكون لحظه بلحظه معاكم، وقرارات النادي الاهلي باذن الله هتكون على شاشه قناه النادي الاهلي. انا معاك زميل عمر لو في اي استفسار اتفضل. يعني كريم زي ما انت اتكلمت وقلت قرارات مهمه جدا، واحنا كلنا منتظرين القرارات اللي هتكون ان شاء الله في صالح النادي الاهلي وبشكل عام سواء كره القدم او باقي القرارات اللي ان شاء الله النادي الاهلي هيقررها. لكن اكيد هنتابع معاك وهنكون موجودين معاك علشان نعرف ما هو جديد بعد انتهاء اجتماع مجلس الاداره. كريم بشكرك شكرا جزيلا على وجودك معايا في الاهلي الليله. كان معنا طبعا مراسلنا كريم احمد من اهلي الشيخ زايد، ولسه زي ما حضراتكم سمعتم الاجتماع مستمر وهيتم الاعلان عن كل القرارات بعد ما مجلس الاداره برئاسه الكابتن محمود الخطيب طبعا عودته في اول اجتماع خاص في النادي الاهلي. فرع الشيخ زايد موجود وبيتراس لمصلحه النادي الاهلي. هدير ايه يا هدير قولي لي؟ انا عايزه محمد صلاح عايزه اشوفه. معك محمد صلاح عايزه تشوفيه. طب وايه اللي انت كنت عايزه تقولي للكابتن محمود الخطيب؟ انت قلتي لي كده واحنا وكريم بيتكلم، عايز اقول للكابتن محمود الخطيب رساله او تقولي لبيبو رساله، ايه هي الرساله؟ عايز اقول لبيبو على الله على السلامه، الحمد لله على السلامه، نورت مصر. نورت مصر. وايه تاني عايزه ايه نفسك؟ نفسي اشوفه في النادي الاهلي وتتفرج على التمرين. اتفرجت التمرين. طيب خلاص ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله في اقرب فرصه يا هدير ناخدك النادي الاهلي تتفرج على التمرين، ويعني وميسي تيجي معانا وكابتن فايز تيجي عشان ما يزعلوش وعشان ما يتضايقوش، ونقضي يوم في النادي الاهلي كده ان شاء الله تبقى حاجه كده تتبسطي بيها ان شاء الله يا هدير. يعني كابتن فايزه يعني ما عندناش وقت كتير، لكن عايز اعرف كلمه اخيره تحبي تقوليها سواء للعيبه منتخب مصر او ايه الخطوه المستقبليه ان شاء الله اللي حضرتك شايفاها بالمنتخب ده هتحققوا بيها انجازات ان شاء الله. بإذن الله هم مخيبوش ظننا وكانوا رايحين تمثيل مشرف وخدوا برونزية، فالفترة اللي جاية بإذن الله يكونوا أبطال العالم وتكون بطولة العالم متنظمة في مصر بعد إن شاء الله الأربع سنين اللي جايين. هامس تحبي تقولي إيه؟
احب اقول طبعا بشكر حضرتك الاول وبشكر الكابتن فايزة، والله ربنا يخليك، شرف لينا احنا. نفسي بس نهتم بموضوع الكره النسائيه شويه، احنا اهو بنعمل كره نسائيه بشكل عام ولا كره نسائيه لاصحاب القدرات الخاصه بكله، يعني شايف ان في اهمال في كله. بس نفسي طبعا نادي الاهلي يعمل فريق كره قدم بنات، دي هتبقى حاجه كويسه قوي، ودي برضو هتجيب هتخلي اللعبه ليها شكل تاني خالص طبعاً. لو نادي الاهلي طبعا عمل نادي الاهلي نادي كيان ان هو يعمل فريق كره نسائيه ده يا ريت. طيب يعني اكيد افكار مطروحه جدا يعني ممتازه جدا، انا اعتقد ان جدا جدا جدا، وان شاء الله اللعبه تاخد قاعده اكبر وتاخد فرصه اكبر في يعني مشاركات اكبر. هديل عايز تقولي حاجه في الاخر؟ هقول الاهلي ان شاء الله هيكسبوا افريقيا ان شاء الله. ان شاء الله يا هادي. كنت موجود مع حضراتكم مع ابطال مصر في الاولمبياد الخاص واللي شاركوا في بطوله كاس العالم واللي حققوا للكره النسائيه حققوا ميداليه برونزيه عشان تكون اول ميداليه برونزيه لمنتخب الكره القدم النسائيه للقدرات الخاصه في شيكاغو 2018. بشكركم شكرا جزيلا، ولسه مكملين مع حضراتكم في حلقه جديده في حلقات اهلي قليله بكره ان شاء الله. تصبحوا على خير والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.